يلا بقى يا حفيظ اعملك كده، عايز اتهيأ كده اخر هيئات وابقى على سنجة السنجة واني بستلم التلفون الميري وسط زفة اهل البلد كده وفرحة الناس. تعرف انا ايه اللي مخليني فرحان وحاسه كده زي ما يكون قلبي مزقطط من الفرح وعايز يرقص؟ ايه يا عسل؟ قولي يا قمر. اني شايفاك مبسوط والله، ونولت العمودية اللي كنت بتستمناها طول العمر. ايه هو يعني اللي يسمع الكلمتين الحلوين دول من الحنك العسل دي ما يبقاش عمدي؟ ازاي بقى؟ طب وهي العمودية يعني تليق على حد في البلد دي غير جوزك انت؟ لا يا بت، دي مكتوبالي من قبل ما تولد زي ما انت مكتوبالي. ايوه، واني حبقى مرات العمدي وابعت اجيب الناس كده واقعد اشتم وهزق فيهم ولا حد يستجرى يفتح بقه بنص كلمه؟ صح؟ ايوه. لا وايه؟ وهيبقى عندي تلفون يقعد يرن وانا اقعد اقول الو؟ ايوه يا بت، ده انا نادرها اول ما يجي التلفون ده اروح رافع السماعه كده واكلم كل الناس اللي في بره مصر عندهم تلفونات. واني؟ لا لا لا، انت لا. ايه ده؟ ازاي بقى؟ لا ده تلفون ميري، يعني يلزموا الكلام الميري. يعني مثلا نفرض مثلا يعني ان واحده من الهوانم كده الحلوين المقلوظين دول اللي عندهم تلفونات اتكلمت في التلفون، يلزمني اني بصفه العمدي اللي ارد عليه واقعد اقول لها الو، واقعد اتحدد في السماعه كده واعكسها واقعد كده ابص لها من تحتها لفوقها كده ومن فوقها لتحتها كده في التلفون. يا حنين يا عشري، انت طول عمرك حنين، يعني انا التلفون ده هيجي على خرابي؟ يا بنت بضحك معاكي، هو انت بتاخدي الكلام كده ليه؟ هو قلبي ده انت مش عارفاه؟ ده انت حته من قلب كبده فشه معدتي. وانت احلى حاجه في دنيتي. تعرف يا عثمان، لما بشوفك بتكبر وبتعلي بفرح لكن بخاف. لكن ايه بقى بتخافي من ايه؟ بخاف يعني لو يجي في يوم وتزهدني ولا ارخص في عينك. جينا بقى للكلام اللي زي عدمه. يا بنت ما انت عارفاني وعارفه اللي جواي، هو قلبي دي يقدر ينبر على حد تاني غيرك؟ النبي صحيح يا عثمان. لا 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 كده بقى هتاخر على الزفه والتلفون والعموديه. ياه، يعني هو الزفه والتلفون اهم مني؟ لا يا ستي مش اهم، انت اهم من اي مهم. بس الناس تقول عليا ايه؟ يرضيك يعني يقولوا علي ان انا مش محترم الميري ولا العموديه من اوله؟ ولا عاش ولا كان اللي يقول عليك ربع كلمه مش تمام. استاذن انا. ربنا يفتحها في وشك ويجعل لك في كل خطوه سلامي والو. نظيمي، انت يا بنتي يا نظيمي. ايوه يا ست الستات والهواني، عملت اللي قلتلك عليه. اللي هو ايه؟ يخرب بيت الغباوي، انت يا وليه يا اللي تنشكي في رقبتك، مش قلتلك تجيبي لي ارقام تليفونات كده ناس من معارفك ولا اي حد تابعهم عشان نقعد نكلمهم في التلفون؟ هو في حد من معارفي يعرف يعني ايه تلفون ولا عمره شافه؟ طب وبعدين يا نظيم هنكلم مين في التلفون؟ اي تحد. ايوه صح، اني هكلم اي نمري. تيجي نكلم بعض في التلفون؟ ايوه يلا انا الاول. الو، مين بيتكلم؟ الو، ده صوت راجل. رامح كده زي الجدي المندور على بيت العمدة. ايه الحكاية؟ وين الزيط اللي هناك ذيك؟ العمدة راح يحرر فلسطين يا ابو. يعني انت مش عارف يا شيخ محمود ولا شايف يعني؟ لا يا ابو، انا لا شايف ولا سامع ولا بعرف حاجة غير يوم الثلاث على بعد الظهر كده. يا سعادة الباش حكيم الدكتور الحلاق البارد، بنقول لك ايه الهوجة اللي عند بيت العمدة ده؟ دي زفة استلام العمدة عثمان للتليفون من بيت العمدة اللي راح الله يرحمه. ما تيجي يا شيخ محمود، تعالى يا راجل اتفرج، هناك هتلاقي ناس ياما تتنور عليهم بالاذن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حال الدنيا عمدة رايح، التلفون رايح، وعمدة جاي، التلفون جاي. مراسم تسليم تلفون العمودية للعمدة عثمان عمدة كفر أبو شوكة من العمدة السابع الله يرحمه ويحسن إليه ولأله صبر وسلوان ولكم طول البقاء مع العمدة عثمان. عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! بس يا بيت الحقيقة أنا حزناً يعني على الفقيد الغالي، ما كنتش عايز أجي ولا عايز أستلم خالص حزناً يعني، لكن أعمل إيه بقى في أوامر الحكومة؟ أنا كل شوية جناب المأمور يبعت لي مرسال يقول لي يا عمدة عثمان استلمت التلفون العدة الميري، أبعت له المرسال تاني ويقول له والله دي عملية محرجة، الراجل لسه ميت طازة، الواحد يعني يروح بأني وش؟ أنا جاي حتى وضميري مقرنبني ورقبتي زي السيستم، بس اعمل ايه؟ جناب المأمور قال لي الميري ميري والاميري اميري. يعيش العمده ميري واميري. يعيش العمده ميري واميري. يعيش العمده ميري واميري. يعيش العمده ميري واميري. طب بس يا حمار انت، بس يا واد التوهو، الناس زعلانه وحزينه وانتوا عاملين فرح، جاتكوا 60 نيله هتفطرونا واحنا صايمين، جاتكوا الهم وانت عمال تهتف كده، يعني احنا في فرح؟ اهتف وانت ساكت، جاتك نيله. طبعا انتوا عارفين حكايه استلام التليفون دي كان ممكن يعني يقوم بيها مستوظفين الحكومه، لكن انا قلت لا، مستوظفين ايه، انا لازم اجيب نفسي، هم بقى يوصلوا التوصيلات ويركبوا التركيبات، لكن انا اجي عشان اقول لكم البقاء لله واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. هات التليفون يا ولد. اتفضل يا حضره العم. بسم الله ما شاء الله يا عم. لو حد بقى كلمنا على التليفون ده قولوا له ان هو اتنقل دوار العمده الجديد. سلام عليك. يعيش العمده! ملهمه شويه بتوع التليفون انتوا، العصر ادى عشان تلحقوا تفطروا المغرب في بلدكم، وبعدين انا عندي تليفونات كتير قوي عايز اعملها. ايه يا عالم المغزى يا حضره العمده؟ الناس يعني بتوع الطبل والزمر يعني كانوا مالهم دول؟ يعني كانوا مستنينك كده يا عمده تديهم حاجه حلاوتهم. يعني حلاوتهم اجري على سنجاب ندههم للدار الكبير بتاعه على حلاوتهم. حسب يا حضره العمده هتخسر صيامك. انا كنت ناسي، بس ما كانش واجب برضه تفكرني يا حمار انت. انت هتندهش لي ولا هتندهش وتستعجل ولا؟ ايوه صحيح، ما كانش واجب تفكر. الكلام اللي بيقوله العمده صحيح، النسيان ده رحمه من عند ربنا، منحه الهيه يعني، والعمده بتاعك من ربنا بيحبه فبيخلي نسيانه كتير يعني في الصيام. سبحان الله. هم يلا كل شيء تمام يا جناب العمدي، حضرتك بقى تأمرني بحاجه انا والرجاله اللي معايا يا حضره العمدي؟ لا انا مش عايز حاجه، أنا سامع إن أنتوا اللي قاعدين بره مستنيين، تكونوش عايزين حاجة؟ إيه؟ لا، عايزين إيه يعني؟ عايزين سلامتك يا حضرة العمدة، وبعدين أصلاً يعني كل سنة وأنت طيب يا حضرة العمدة، وبعدين أنا ورجالي خلصنا الشغل كله وهنمشي. طب ما تمشي، ألف سلامة يا أخوي. ما تنط يا ولا، قول عايز إيه وخلص. أنا أقول إيه وأنا فهمت فهمت. قول لي يا ولا. إيه؟ هو انت كده يعني لما تقعد في وسط عيالك وعيال عيالك ان شاء الله وتحكي لهم كده بعظمه وانت منفوخ من جنابك وتقول لهم اني كان لي عظيم الشرف انني اللي زفت العمده عثمان لما راح يستلم تليفون العموديه، دي تسوى قد ايه؟ دي تسوى كتير. يبقى خلاص بلاش بقى طمع الدنيا الرخيص ده كده بقى، ودي بقى الكلام منتهي، وكفاك فخرا انك شاركت في هذا الحدث العظيم. يلا يا اخوي خد نفسك واتكل على الله، مع السلامة. حاضر.
انتوا يا اخوانا يا بتوع التلفون، عندنا بقى مكالمات مهمه عايزين نعملها في التلفون. ما ينفعش يا عمدي، لسه الحراره ما دبتش في اوصال التلفون. حراره ايه انت التالي؟ كنتش فاهمك انت. الحراره ايه؟ وصلنا الوصلات يا سيد العمده والحراره لسه ما جاتش. اهو شوف، قال لك الحراره عشان ما نقعدش بس نتكلم في اي حاجه انت مش فاهمها. ايوه يا عمده صح، ومنكم يا سبحان الله نستفيد. خير، عايزين حاجه انتوا كمان؟ كفايه علينا حضره العمده ان احنا نحكي لاولادنا ان احنا شفنا حضره العمده. والله براو عليك يا والد، يبقى شوفوا بحاجه كده يا مبروك. اشوف ايه؟ الله اكبر الله اكبر. يلا احسنت يا باش مهندس. يلا يا اخوي. السلام عليكم حضره العمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصيام يا عمدي رمضان. امشي هات بره يا هادي. هات امشي. فين التلفون يا جماعة؟ السلام عليكم الأول يا مؤاخذة. فين التلفون؟ أصلي عندي واحدة صاحبتي من البندر ومستنيني أطلبها. بندر إيه ولفت إيه؟ ده تلفون عمودية ميري مش لأي حد يعني. إيه مالك يا عتمان؟ ما تديهوني أضرب عليه. لا دي لو حد ضربه الحراره تعلى، لسه قايل كده اهو. ايه طيب لو ضرب تلفون وحد عايزني تبقى تناديني انا فوق. ماشي الف سلام. هي بس حته الارض دي، بقول لك ايه، هي الارض اللي بيني وبين ارض حفيظه بتاعت مين؟ بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم. طب هم بينا وريها لي. يلا يا عم هم. خدوا بالكم التلفون ولا انتوا تعالوا معايا. تعال الله بركات. اهلا اهلا. اهي هي دي يا عمده حته الارض اللي بقول لك عليها، ده ارض عفريه تطلع لها فدان الا شويه كده. وبعدين لما تاخد الارض دي باذن الله مش هيبقى فيه فاصل بين ارضك وارض الست حفيظه، يعني هتبقى كلها حته واحده على بعضها كده اهو مشفيه. يلا الله يبارك لك فيه. يبقى اشتريناه. قلت لي بقى الارض دي بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم مش كده؟ ايوه عمده اهو. بس بقول لك ايه، الواد دي عايز اخده وعطه لانه طالب فيها تمن غالي حبتين. تمن غالي ايه؟ هو مش الواد ده اللي كان اتمسك عم نول بسرقه البهايم بتاعت ولاد عمه؟ ايوه البهايم اسم الله على مقامك هو بعين. وساعتها كانت اتعملت له قضيه بس طلع منها براءه. لا براءه ايه وكلام فارغ ايه؟ القانون لازم ياخد مجراها للاخر. امال ايه؟ الواد ده يا يبيع الارض بالثمن اللي لن يتمنه له يا اما يتسجن بالقانون برضه. انت وادي حساه. ايوه حضره العمد. عارف الواد اللي اسمه محروس ابن ابو سالم؟ عارفه وعرفتني حضره العمد. تاخد ديلك في سنانك وتروح جري تجيبه من قفاه كده بلطف، واسبقني على الدوار وانا هحصلك. ايوه حضره العمده، بس يعني ده كاتب كتابه كمان يومين ثلاثه، ثاني ولا ثالث يوم العيد. يعني ايه يا حمار حساوي انت؟ هتفطرنا على الصبح ولا ايه؟ روح نفذ اللي بقول لك عليه. يلا اجري هم. بس يما ابوه حلوه هاته بلطف من افان. ما الواحد يقعد يتعلم منك يا عتمان. عدم المؤاخذه قصدي يا حضره العمده عتمان. حس بقى ان انت هتتعلم، يبقى كل يوم تجيب معاك ورقه وقلم ومرايه وتخلي بالك معايا. هتتعلم كتير قوي يا مبروك لما تبقى الف مبروك. اطلع يا ولد.